أهالي محافظة مطروح وجميع الأهل والجيران والأصدقاء والأحباء يرحبون وينتظرون الفنان علي حميدة فور وصوله، يتجمعون داخل منزله. حب الناس له يعني هو العنوان الرئيسي لوصول الفنان الدكتور علي حميدة إلى مطروح مسقط رأسه. معنا الآن الأستاذ إسماعيل حميدة، شقيق الفنان علي حميدة. نرحب بحضرتك، ويعني كلمنا عن استقبال الناس وانتظارهم للدكتور علي حميدة. بعد تلقي الدكتور علي العلاج في معهد ناصر، وصل الفجر يوم الأربعاء إلى مرسى مطروح، وكانت استقباله كل العائلة والجيران والأحبة، والجميع كان استقباله بعد مشاعر القلق. الدكتور علي هو بتلقي العلاج في معهد ناصر، لكن الحمد لله وصل بالسلامة، والآن جاري استكمال في بيته في مرسى مطروح. زي ما انت شايف وسط كل هؤلاء من محبيه ومن اقاربه، حقيقه الموضوع غير مقتصر على الاقارب فحسب، بل كانت الاتصالات من كل مكان، من حتى من كافه المحافظات. الكل كان مهتم بحالته، وانا اشكر الجميع اللي كان بيتواصل معانا مع كل افراد العائله. وما اتمناه هو المزيد من الدعاء ان ربنا يتم الشفاء يا رب العالمين ان شاء الله. بشكل متواصل الاتصالات لم تتوقف، وكذلك التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع كل افراد العائله، مش معانا فقط. الجميع كان في حاله قلق بعد الفتره اللي مر بها الدكتور علي، كانت فتره صعبه، لكن الحمد لله ان شاء الله نتمنى ان هي تكون عدت على خير يا رب، وهو يستكمل علاجه على خير. وكان في تواصل شبه دائم مع كل الاصدقاء من كافه المحافظات، وكذلك مكتب السيد المحافظ الوقف شعيب محافظ مطروح كان على تواصل دائم وشبه يومي طوال فترة تلقي العلاج في معهد ناصر في القاهرة. ودائما مكتب المحافظ بيتواصل معنا، ولسه اليوم كان جالي اتصال مع دكتور علي، فأشكر مكتب السيد المحافظ اللي كان لي تصريح أن كل طلبات دكتور علي حميدة المغادرة، فكل التحية له، وهذا ما عهدناه النهاردة. احنا شايفين رسالة حب في منزل الدكتور علي حميدة، كل الناس الاهل والاقارب والجيران والاصدقاء، وناس من مطروح وناس من خارج مطروح بيرحبوا بالدكتور علي حميدة ابن مطروح البار، ويعني رسالة حب وطمأنينة على صحة الفنان الغالي المحترم الدكتور علي حميدة ابن مطروح.